لبنان. عنا نحن في لايف ستار حتى الخمسة متاع العشاء، معايا أنا يوسف البحري. اليوم ضيفنا فنان ومبدع ومدافع للفنانين زيدا، برشا مواضيع باش نحكيو فيها فيهم معاه، مواضيع زادة حساسة، مواضيع مش حساسة، مواضيع تقلق، مواضيع ما تقلقش. معايا سي ماهر الهمامي نقيب الفنانين، أهلا وسهلا بك. ربي يفضلك، تجيبوني كان على القلق يعني. علاش؟ المواضيع الكل باش نطرحوا، حتى حاجات باهية باش نحب ديما نحكي بربي حاجات بوزيتيف أكثر. نحكي إن شاء الله إن شاء الله. شكرا على الدعوة يوسف. مرحبا بك. وميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. مرحبا بك. سي ماهر رئيس نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، البارح كنت حاضر افتتاح مهرجان كارتاج. اي شو اذا كان رايك كفنان او كمواطن عادي او كنقيب، فما مسالش ناخذهم ثلاث. لا نحب نعطيك كمواطن عادي حاجات بوزيتيف في عوده الحياه الثقافيه، هذا اللي عاركنا عليه احنا كنقابه وقفات حجريه. البارح ديجا دي سوفينير هكا تذكرتهم في كيفاش في الباركينج تاع مسرح كارتاج عاملين وقفه احتجاجيه غاديكا، وكيفاش الامن الرئاسي ما خلانيش نخرجوا باش نتوجهوا بمسيره الى القصر. هذوما دي سوفينير حلوين، عاركنا على هاللحظه هذيك، هرمنا لك اللحظه هذيك، الحمد لله رجعت الحياة الثقافية. كارتاج البلح كومبلي 100% حاجة تفرح بصراحة. عودة الحياة الثقافية، الشعب التونسي شيخ. أنا نتفرج وأنت تشوف بحذي بعضنا قاعدين. أنا ما قالوا لي أنت مندس في مكان الصحفيين. أنت اللي مرحبا بيك، علاش مندس؟ قلت لهم عاد احنا والصحفيين ما مرحبا بيك. فرحة الجمهور التونسي قبل العرض من السبعة متاع العشية المسرح تعبى، الناس شيخة قبل العرض بساعتين، الناس ولات تغني وحدها، وناس تخش عليها سهرية خاصة. شو أجواء ياسر ممتازة. احنا أنا بارح شخصيا روحت والله جاي عامل كيف على الببليك. وكفنان كفنان شو عرض ديما لافون بريمير، ديما عرض عشاق الدنيا البارح لعبد الحميد. عشاق الدنيا شو هي كفكرة، راهو أنا مانيش باش نفتي برشا، ما نحبش نعطي رأيك. العرض كفكرة كمسلسل باش تبوبوا وتحطوا سيغ سين سي با فاسيل، زيد روح سي با فاسيل. نسمع في برشا كلام توا ما تعرف هاو ما جيبش جديد ولا هاو الفن الشعبي. اجتهد خدم ونقول يعطي الصحة، وديما نقول لافون بريمير. انا نتصور فما اخطاء، ما نجمش واحد ما يقولش فماش اخطاء، فما اخطاء، اما نتصور كعبد الحميد او حتى الناس المشاركين معنا الكل ينجموا يتصلح كذا وكذا. فما نقاط مضيئه بصراحه انا شخصيا رغم اني بعيده عن الموزيكا، البارح مهذب رميلي بصراحه وكذلك لجران الكبير محنوش. اي حسين محنوش يعمل ما عمل قديش السن نتاعو نتاع 3-4 مينوت وي. بصراحه زلزل بها. انا قلت لهم ممثلين كل محلاهم البارح ممتاز ممتاز، حتى الفنانين اللي موجودين والعازفين وكل ارموني مزيان. حاجه اخرى بربي موسيقي هكا، شفنا الوتري بفرقه فيها سبعه من الناس، وشوف عبد الحناشي غنى محبوبي زوز اغاني وتريه، فرقه فيها سبعه من الناس باش تفهموا قيمه الموسيقي التونسي والتنفيذ ولايف. وفي لحظه طلعوا شادو كراسيهم واللي ميكرو وتحط كذا وخدموا وخدمه وكارتاج 8000 و9000 وتفاعلوا معاهم. هذه زاد من النقاط المضيئه والحلوه زاد البارح. من النقاط المضيئه نتصور سي ماهر في الموسيقى كي تشوف الانماط الموسيقيه الكل فرد سين، شفنا الشعبي الوتري، شفنا الالكترو الفوق زاد. اي راهو شو راهي الموسيقى راهي حاجه تلم عمرها ما تفرق، بالعكس وهي شو راهي كلها احاسيس خواطر افكار تتلم وتتحط سوغ سين. عبد الحميد بوشنيق ولد فنان كبير زاد كذلك، اكيد متربي زاد على ابوه وافكار لطفي بوشنيق كذلك، وحتى الموسيقيين الكل راهو صالح فرزيه بربي. فما واحد باش نقول انا وباش نتحمل مسؤوليتي في النقطه دي اللي انا ريته البارح اكثر من شطر عشاق الدنيا موجود، اللي هو الفنان هشام الخضيري عازف آلة المزو مانيفي هو شيف دوركيستر. اي انا حضرت في البرايف وشفت على عيني كيفاش التسيير والتفنن وتقنن في عمليه سيغ سين، فمش حتى لا ديكالاج في الخدمه، كل اغنيه في وقتها. وسيرتو اعطاه فكرته هو هشام نعرفه صديق دكتور في الموسيقى كذلك وعازف آلة مزود، كان عنده اضافته واضحه حتى حد ما نجم يشك فيها. تو كمواطن قلت العرض عجبني، كفنان قلت العرض عجبني، كنقيبه نبارك الفكره هذه، ما دام متوانسه يا خويا انا معاك.
شفت شو يبداش بره عرض دون المستوى كنقيب باش نباركوا ونقول بارك الله فيهم نشكر اداره كارتاج اللي برمجوا ان شاء الله نزيدوا شو راه عندنا برشا راه انا تمنيت وحاجه لتوا وجعتني وحتى سي كمال فرجاني والله عندي ساعه لتلي نحكي معاه الهادي حبوب التو ما نعرفش علاش قلقتني عدم حضور الهادي حبوب مهما رو حكيت مع سي كمال فرجاني ومهما انا فهمته بوجهه نظر نتاعو اما باقي مانيش مقتنع شخصيا شخصيا غياب الهادي حبوب الكبير الهادي حبوب ان شاء الله ربي يطول في عمره غيابه من عشق الدنيا ولا غيابه من مهرجان لا من عرضه خاص من عرضه عرض الخاص بتاعه في مارس لانه كان نورمالمون كان مبرمج في, عش... في, في في كارتاج في كارتاج باه واش قلت لك الفكره هي. هو صحح العقد نتاعو وكيقول لي هو سي كمال فرجاني يقول لي انا طلبت يعاود يجيب رؤيه جديده للعرض نتاعو هو صح مع مدير سابق توا سي كمال فرجاني يقول لك لادي حبوبه يلزم يجيب له رؤيه جديده وبالكشي حتى ماديا ينجم يزيد نجم عرض يزيد هو الهادي حبوبه اللي فهمته انه ما جابلوش ملف وكهو مشى على الحكايه هذيك انك فنان ما تقدموش ملف واللي هو غير ما عندوش الاراده باش يحب يتبرمج في كارتاج ماذا بك راك شفت هادي حبوبه في كارتاج؟ عرسه من عرس الفن الشعبي راه هادي حبوبه راه هذا مش نقولوا حتى الكبارات الفن الشعبي توا المؤدين الكحلاوي سامي لوسيف وليد مصطفى الدلاجي الكل كل كل يقول لك الهادي حبوبه كبير ورمز وي. رمز من رمز بالرموز ليجوند كبيره رمز رمز هل عادي سي ماهر مازلنا نحكيو على ملفات ودوسيات الفنان كبير كما هادي هادي حبوب مازلنا نحكيو انه لازم يقدم دوسي ورؤيه جديده و شو انا نربطها هكاك لك اداريا وهذه معضله كبيره معضله كبيره انا باش نخرج عن السياق هذه ونحكي حاجه خاصه بي انا قل. انا فنان نغني اللون المالوف ولد مدينه تستور انا عندي في الميدان هذا 30 سنه 30 سنه على الاقل عندي 20 سنه وانا نغني في مهرجان تستور تو عندي 8 سنين ما مبررنيش علاش نجي نقدم دوسي ما نقدمش ملف لانه انتم تعرفوني انا شنو نغني وتعرفوا شنو هذيك علاش قلت لك هل معقول مثلا هذه حبوبه يقدم في دوس نرجعوا معضله كبيره الناس اللي قاعده تبرمج اللي هي ماهيش مؤهله مع احترامي لبرشا مهرجانات نقولوا مؤهلين لكن فما والمعضله الكبيره اللي ولات ما عادش مديري مهرجانات ولات جمعيات الجمعيات هذه هي اللي قاعده تبرمج في المسرح هو تلقاه عنده مهنه بعيده عن الميدان الفني ولكن يولي يدخلك في برمجه العروض المسرحيه العروض الفنيه العروض الطربيه العروض الشعبيه اللي انا راه ما عنده حتى علاقه بها لكن للاسف مانيش قاعدين نحطه في الرجل المناسب في المكان المناسب في المكان المناسب خساره هذه حبوا بس حابين نشوفوه حابين شو ما نجموش ننقصوا من قيمه الخدمه اللي تخدم فيها اداره مهرجان كارتاج كارتاج وكذلك وزاره الشؤون الثقافيه راني انا باش نقول على مسؤوليتي راهي السيده الوزيره هذه راهو من اكثر الناس اللي الرافه قاعده تخدم خدمه قاعده تخدم مش نحكي على كارتاج بك في برشا مجالات اخرى سي ماهر حكيت لي كل شيء اللي عجبك في العرض فما حاجه نتصور ما عجبتكش ولا فنيا كافتتاح كامل مش كعرض افتتاح اي ممكن فما زوز نقاط ونتصور نعذر الهيئه التنظيميه على اكل الخوذه اللي صايره لوت تنظيميا فهمتني هذيك نحاول الكريس ولا هاني قلت نعذرهم انا فهمتني وفما شويه الصون الصون انا نعرف سامي ونعرف الاولاد اللي تكنيسيان صون غاديك سي سور ديما العرض الاول ديما نقول لك لافون بريمير راهي خايبه برشا نعذر الاولاد ونتصور الليله باش يكون عرض انجح من البارح هذا فني متاكد مش متصور عرض اليوم شكون فما هكا دي ديتاي صغار ديجا حتى المطربين اللي يطلعوا يغنيوا البارح وكان لاحظتها حتى سامي لوسيف قالوا زيدني هوني وتسمع في زيد سمعنا برشا كلمه زيدني هوني زيدني هوني سمعناها برشا مرات هي دي احنا نركزوا معها الحكايه دي اما برشا قالت الكلمه اما جروسو مودو عارف جروسو مودو يستحق لا يستحق يستحق افتتاح مهرجان كارتاج بالتصليحات وبال نتصور عبد الحميد راهو اليوم ناكد لك راهو قايد راهو تفرج راهو عاود تفرج راهو عاود تفرج وراهو فما تصليحات باش تصير اليوم يستحق الافتتاح واليوم الثاني للافتتاح يستحق لا يستحق كعرض تونسي 100% انا معاه باهي برشا نكملوا الحوار معاك ترتيحه صغيره سي ماهر وراجعين معاك لايف ستار حتى ال 15 ماهر الهمامي نقابه الفنانين والنقابه المهن الموسيقيه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره فوالا طويله ياسر سي ماهر لا ما مقصوده شو معناتها نقصوا فيها شويه ما. لا ما نجموش بالعكس باهي برشا كفنان خلينا تو نبعدوا شويه عن النقابه كفنان كيفاش ترى البرمجه السنه نتاع مهرجان كارتاج والمهرجانات الاخرى بالطبيعه
راضي 100% أه. لا لاني انا الوحيد اللي خاطي من الصحفيين اللي تواجهت بثلاثه اسئله للسيد مدير مهرجان كرتاج في الندوه الصحفيه. اولا كي تقول لي 15 عرض لفنان تونسي هو ما ضخموا فيها وقال لك اعطينا التونسي حقه اي اوكي، لكن 15 من قديش؟ باكش 15 من 15 ملف. انا طلبت حبيت نعرف اعداد الملفات المقدمه. وانا اونتر بارونتيز نعرف العدد قديش. انا حبيته هو قدام الملف في ال 45 فنان تونسي في ال 45 ملف تونسي والله. شو خذوا كان 15 خذوا 15 ومن بعد يقول لك عندي 10 عروض اجنبيه وثمانيه عربيه. هني زاد اوكي يقول لك انا اعطيت للتوانسه 15 اكثر. هي لكن الاخي العربي مو اجنبي. ودور النقابه هوني ما تدخلش؟ ما لا 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 حكينا احنا قبل هاي. حكينا قبل ما متنجمش هذه مسؤوليه تحملها وحده مدير المهرجان. ليش تفرض عليه هذا هو اداره كان كيك على الوزاره تحط النقابه هي تختار. في مصر النقابه تتدخل؟ لا في المهرجان لا لا ما تتدخلش. ليه؟ لا فما اداره. ما علاش حاطين مدير مهرجان؟ مدير مهرجان يتحمل مسؤوليته في اختيار العروض هو ولا الفريق اللي يخدم معاه. تجمش احنا نعرف النقابه في مصر تمنع الفنانين باش يغني؟ لا شو تمنع؟ ما معنى المنع؟ المنع على شنو؟ المنع منع من شنو؟ انسان عنده خوارق تمنعه باش تخليه باش يغني اللي هما غير حامل لبطاقة الكارني يتسمى احنا يلزم نحدوا كلمة الكارني. الكارني هو بطاقة الانخراط في تونس ما فماش البوفوار هذا. لا احنا شو احنا نبشروا مثلا الناس تو عندنا اللي صار المؤتمر اتحاد النقابات العربية اللي صار في تونس قاعدين نحضروا في الستاتيو بتاعنا القانون الداخلي والاساسي للاتحاد هذا باش تكون المعاملة بالمثل. فاش المعاملة بالمثل؟ مثلا انت مصر باش تبعث مطربين يلزم انا كنقابة تونسية يلزم تجيني من عندهم ورقة من نقابة مصرية اللي هما ما عندهم حتى اشكال في مصر. نفس الشيء مصر هنا انا بطريقه ذكيه شويه مصر مثلا ما عادش باش تقبل المطربين القدام الا لما يجيب ورقه من نقابه تونسيه تثبت اللي هو هذا على الاقل منخرط في النقابه ومحترف فعلي. هذه اللي كانت تعمل فيه النقابات العربيه في المطار انه فما اداءات تدفع قبل الحفل واثناء الحفل فما وفي المطاعم الليليه كذا. نفس الشيء احنا باش نمشيوه خطوة خطوة وديما نقول لهم المعاملة بالمثل. كما أنت الفنان التونسي يجيك لبنان ومصر وسوريا والعراق حتى أنا نفس الشيء كيف يجيني راه باش نعامله بالمثل. كيف كيف وهذايا في نطاق الاتفاق اللي صاير بين النقباء العرب اللي صار في تونس. نرجعوا للبرمجة نتاع المهرجانات، تشوف أنه معناتها حسب كلامك فنان تونسي مش ماخو حق؟ أنا قاعد نراه في برشا مسرح. هذه نقطة لازم نقولها. شوف ما دورة نابل اليوم مهرجان نابل نسبة كبيرة مسح ربيعين معاه ما نجمش نقول لهم ليه ما يحب هذا زاد لو كان زاد الموسيقي الموسيقى الوترية تكون كان نابل معروف عليها انه يخدم برشا على المسرح. اي اي حتى شوية زاد كي يمشي شوية معاه زاد وتري زاد الموسيقى الوترية نشوف بينما الأصوات التونسية ما فماش برشا بصراحة. ما فماش برشا وفما معضلة أخرى يا اخي قلة الثقة بالفنان التونسي. ما فماش يكون فنانين وحدهم راه اعطيني يكون عندنا صابع عندنا زياد ولطفي بوشناق فقط فقط الباقي كل تلقاهم يلموهم ثلاثة أربعة في حفلة واحدة وبلطي نحكي على الوتري نحكي على الوتري بون حتى الراب موسيقى زي بس اي اي لا نحكيت على الوتري نولي نكملك بلطي جنجون نوردو اي هذوما يخدموا وحدهم. المشكلة أنه ما فهمتش شنو عدم الثقة نتاع مديري المهرجانات وهنا يمشي زادة من أفكار متعددة الحفلات اللي يجي يقول لك يفهم يقول لك السوق يقول لك مش نقدم فنان وحده مش باش ياخذوا المهرجان هاو أنا نحطه في كوليكت بتاع ثلاثة أربع فنانين توجي شوف أنت لحظة تلقى برشا عروض تونسية ما تلقاش فنان وحده تلقى زوز وثلاثة. ممكن المقترح نتاعي يدرس باش نعطيك أنا مقترح أي. النقابة ما تنجمش هي اللي تقدم ساعات دوسيات الفنانين؟ ايش اقول لك حاجة؟ هنا حبيبي وتدافع على المهام شو اقول لك؟ دور النقابة شنو هو؟ ماهوش دور النقابة باش نحركوا ولا نجيبوا عروض للفنانين راه ما نجيبوش عروض للفنانين مش تقدم ليه؟ معناتها تدافع أكثر مش تقدم لا ندافعوا في إطار شنو؟ فنان تظلم أما فنان ما خذاش عرض هذه حبوبة ما تظلمش السنة. لا تظلم ودفعنا عليه في كوتا شنو أنا كنتي صححت مع عقدها تدخل هنا الكوتي القانوني الجانب القانوني فيستيفال حمامات
صحح عقده كان مبرمج احمد الميجي اللي ينتمي لي نقابتي. احنا ندافعوا كان على المنخرطين نقاب. احمد الميجي عمره ما يمنش بينا، ولو انه لو كان اتصل بينا نجم كنت نجم نتحرك عليهم. هو ما عمره ما عمره بالعكس، هو في اي وسيله اعلاميه ما يعترفش بالنقابه. هو مو منخرط في نقابه اخرى، يشوف النقابه الاخرى تدافع عليه. جروب تونسي ديو توينسا لي جون يسمعوا فيهم برشا، اسمه يوما زيدا، كان ممكن انه يكون في مهرجان حمامات ما لقاوش رواحهم في مهرجان حمامات. لا شو ما فماش يوسف رو اللي مصحح حقد، انا الوحيد اللي سمعته مصحح حقد وليدي حبوب وتكلمت ودفعت عليه. شي يقول لك كي يقنعك كل مره يقول لك احنا طلبنا منه باش يعاود يجيب لنا ملف اخر. هنا انا نولي ما نجمش، لو كان هذه حبوبه عاود اعطاه ملف اخر مرجان كرتاج نزيد احنا نزيدوا ندزوا معاه القدام. اما احنا انا يشهد ربي والندوه الصحفيه مازالت شاهده، والسيد كمال الفرجاني مدير مرجان كرتاج مازال شاهد، اللي احنا وحتى في وسيله اعلاميه عندي نهارين تالي زاده في الديوان كذلك تكلمت على هذه حبوبه. وهاو اليوم بحديكم تكلمت هذه حبوبه، لان هذه حبوبه من الناس اللي تظلم. انسان خسر في البرايف نتاعهم، وعدد كبير من الموسيقيين لمهم وقعد يبرف معاهم وخاسروا، اكيد خاسروا فلوس، وناس فما ناس جاتوا من مش من العاصمه، من برا من العاصمه وجاوا لتونس بدي بر شيء اسف. هذه حبوبه عيب انه باش نعملوه بالطريقه هذيك. فنانين عرب موجود في المهرجانات الكل براتيكمون، نحكي على مهرجان كارتاج، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، نور مهنا، مازالوا إضافة لمهرجان كارتاج فنانين العرب هذوما براتيكمون نشوفوهم ديما معنا. هنا يجيك السؤال الثاني اللي سألته أنا مدير مهرجان كارتاج، اسكو قلت له المطربين الأجانب قاعدين يتعداوا على المتعهدين ولا؟ اللي هو فما فصل قانوني أو منشور وزاري تعمل بوزير أسبق أنه مهرجان كارتاج الاستثناء الكارتاج والحمامات ينجم هو كمؤسسة، مؤسسة التظاهرة الكبرى هي اللي تجيب الفنان. اللي أنا شخصيا هنا تولي تقولي ندافع كنقيب، اللي هو بصراحة مش معقول كي أنت تعطي في بطاقات وناس وكرش شروط المتعهدي حفلات وما تخدمش، وأنت كمؤسسة تقوم بدورهم ما يطبقش بعضه. أنت هذه الميسترة متاعهم المتعهدين، هذا وقت خدمته باش يجيب لك الكارتاج ويجيب لك الحمامات ويجيب لك البنزارت ويجيب لك. اذا كان انت تستثني لي زوز مارجنت كبيره اللي بالحق تجيب وفما باش يرقعوا ناس عامين مساكن يعني بهم ربي المتعهدين. نفهم من كلامك اللي الطريقه ماهيش قانونيه، هي بنص قانوني اجتهاد من وزير اسبق، واحنا عرضنا عليه صارت في جلسه ما عرفتش كيف باش نحكوا عليها بعد جلسه اللي صارت في الوزاره الشؤون الثقافيه، حكينا لانه هالمنشور هذا يلزم الغاءه او تعديله، يلزم تشريك المتعهدين، يعني المتعهد هو اللي يعرف الناس الكل تخدم باش الناس الكل تخدم. وانت ما تنجمش انت كمنشط نقول لك انا انت منشط في تحكي على الفن نقول لك غدوة تحكي لي على السبور، اش دخلك في السبور؟ نفس الشيء انت مدير مهرجان فما نيغوسياسيون تصير مع المطرب اللي تصير لبرا ما تنجمهاش انت مدير مهرجان، ما ينجمها كان المتعهد. والمتعهد عنده طريقته كيفاش ينجم يقنع الفنان باش يجيب اقل الاسهم، صحيح باش يربح وزاد هذاك من حقه باش يكون هامش الربح نتاعه، زاد ما تنجمش تنحي له خدمته اللي 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 خذا عليها وثيقته الرسميه من وزاره الشؤون الثقافيه. هذا قانونيا خلينا نقولوا ايتيك نتاع الفنانين. ما جاوبتنيش على سؤالي سيما، مازالوا يعطيوا اضافه للفنانين هذوما؟ شو اليوم مازالوا اضافه؟ انا باش نفاجئك بالنسبه لدوره كارتاج، نحكوا على كارتاج احنا عربيا ممكن انا كشخصي شيرين طرقولي نجم نسمع شيرين ان فما اصوات بصراحه اخرى صابر اكيد ودبلادي والله يزي انا نقول يزي تحكي تو كراي شخصي ولا كنقيب كنقيب يزي والله يزي بالحق يزي كرايك شخصي يزي يزي وباش يعبي راهو راهو باش يعبي حبوه راغب علامة يا ولدي يزي يزي عنده جمهور يعبي يا ولدي جيب هاو عندك جديد هاو انت مو عندك البلوى ذي اللطف نتاع الاجانب هاو عندك نصيف زيتون نتاع جديد خويا جيب جديد هو مازال كي كان جيب جديد اي ما يسال جا سهره خاصه هذيك تنجم تجيب جديد فما جديد هاو اللي فما مطرب عراقي انا ما نعرفوش اما نعرف شكون قريب لي يعني يحكي لي عليه قال لي راه مطرب معروف وكذا واحد شديد اذا كان احنا يا ولدي احنا نمدوا يدينا سيف نبيل ما نعرفوش انا شخصيا قالوا لي راه معروف وعنده اسم علاش ليه شكون من الفنانين العرب تشوفهم يجيو لتونس معناتها تشوفهم في مهرجان كارتاج وماهمش قاعدين يتبرمجوا مثلا نصيف زيتون مثلا حسين الجسمي مثلا هو انا كان نلقى حتى فنان اجنبي
لا هذاك تغيب الصفه الدوليه للمهرجان الدولي. الجزائر شو شو الجزائر عملت اراده سياسيه وثقافيه وعديت عامين او قديش بلاش مطربين اجانب يا اخي. احنا باش تطيح سمعه في مدري شنو وفرضا السنين واحنا شفنا البارح انا وياك كيفاش التونسي يحب على التونسي. باش يلوموك انا كجيت مدير مهرجان كرتاج والله نعديها دوره كل تونسي وما يلومني حتى حد. هو مهرجان انترناسيونال يا ولدي دولي كا اكسيبسيونيل. احنا كنا نبكيو على الدينار، الدينار طايح والعمله طايحه والسيد مدير مهرجان كرتاج يقول لك نظرا للظروف كذا راهو ضغطنا على المصاريف. قيمه المطربين التوانسه مليار ومدري قداش، المطربين الاجانب مليار واكثر، مليار وما نعرفش 200 ومليار و300، يعني العدد كبير. كنت تنجم انت في بلاصه 15 تونسي نزيدها انا 25 تونسي مثلا انا نحكي، وشويه اجنبي ما يسالش، فهمت؟ مش معنى نقطع كل، اما انا كان جيت انا نعمل دوره يا خويا دوره خاصه. كان تعمل دوره سي ماهر شكون التوانسه اللي تحطهم تبرمجهم في كارتاج السنه؟ اللي يجيب نحيو نحيو العروض الاجانب. اي اللي يجيب ملف نتاعو ويكون عرض لا باس به. عندك فكره على الملفات انت سي ماهر؟ تعرف الفنانين شنو باش تقدم؟ والله نقول لك انا فما فنان بصراحه والله حبيته يكون وخدم وحضر ارضيه، راهو هي خدمه عرض راهو تحضر ارضيتك باش تشتي اي عام كامل بالطبيعه. شمس الدين باشا عمل زوز عروض في المسرح البلدي وعمل في صفاقس، عمل كومبلي ما نحكوا على الكومبلي يعني وعلى الشعب شي يحب وتونس يحب السيد هو محبوب. قدم ملف وترفض والله العظيم، وانا ما حبيت ويتقبل لانه انا شمس الدين باشا لو كان تعطيه كرتاج يعبي عنده جمهور انا اكيد لك يعبي كرتاج. شكون اخر؟ الهادي حبوب. هادي حبوب موضوع اخر. الفن الشعب كونترات وليد التونسي وليد التونسي نجم كنت نعمل شكل اخر من الحفلات. الاسماء انا راهو هذوما اللي عرفت اللي قدموا من ملفات في الراب. فما بلتي باش نقول لك احنا سر لانه احنا باش يقع تكريمه بلتي كان قابه في الحفله نتاعو اليوم يوم 31 جويل ان شاء الله بالمسرح البلدي. سر سمعوه التوانسه الكل اي ما يسالش سر لا هو في بالهم حتى كرتاج في بالهم لان هذا لازم تكون يستحق بلتي تنظيمي يستحق بلتي. وحاجه اخرى بلتي راهو منخرط في النقابه. شكون رابوريت منخرطين في بلتي النقابه؟ بلتي جانجون انا راهم نسميهمش برشا نقول لك اكرم ماغ البارح كافون. انا كافون قابلته في البروفه في كرتاج بصراحه اعرب على انه يحب ينخرط في النقابه وبصراحه قال اللي هو مقتنع بالعمل اللي قاعد في النقابه هذيا ومرحبا بالناس كله. فما اللي رابور اللي مش معروفين زاد برشا سمارة منخرط يعني عندي اسماء كبيره والحمد لله في اللي راب بالعكس مهم انه يكون بيان سور مهم جدا. احنا ما عندناش حتى شغل العمل النقابي ما عنده حتى علاقه بالامكانيات الفنيه. انا قلت لهم يلوموا عليه مع بعضك اعداء النجاح يقول لك يا اخي انت شكونك باش تكون انت نقي. نقول لهم نقول لكم راهو العمل النقابي ما عنده حتى علاقه بالمكانيات الفنيه. هاو نعطيكم مثال نحي مصر سمي لي انت يوسف تو نقيب لبنان فريد ابو سعيد او قلت لك عليه نقيب المغرب بخلاف تاع مصر الحقيقه ما نعرفوش نقيب العراق ناصر جابر الدكتور جبار جودي ليبيا ناصر جابر. راهو النقباء ما عندهم حتى علاقه بالامكانيات الفنيه. ينجم يكون راهو ماهوش مطرب كبير وماهوش عازف كبير لكن نقابيا مدافع شرس على الميدان نتاعو. علاش النقابه نتاعكم عندها ليماج هذايا اللي العباد تحب تيفيتيه موجود؟ لأن قاعدة تخدم لا تي في تي هذايا شكون العباد تي في تي فما شادين معاك جارد سيميه شكون؟ برشا عباد لا مش برشا فنانين لا لا والله نمشي مرحب بيا انا شخصيا من الفنانين الكل. ها هو هذا الشاهد هاو عملوا نقابه اخرى هذا الشاهد شكون؟ هاو يحلوا في نقابات اخرى تيلي انا نقول لك انا تو قاعد نحضر لمركب ثقافي مركب للنقابه في 46 نهج الباشا. نقول لك نعمل في 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 في, في بنيه تحتيه كبيره نعمل في مركب خويا مطعم وقهوه ومقهى ثقافي وقاعه تمارين واداره باش يقع الافتتاح في مفتتاح السنه الثقافيه. وانت تقول لي 7 من 16 فالناس ما عندهمش كاشين تحت النقابه وتقول لي لا النقابه راهو مش انا خذيت لي وقتي راهو صحيح لكن انا مصر على النجاح
وما نخرج من النقابة هذه بقدرة ربي وعلى قريب إلا لما نوقفها تقف على ساقها. واللي يجي بعدي مش كيف صارت مع احتراماتي لبعض النقباء قبل اللي صارت. أنا مش نقصد في مقديد باش ما نقولوش نقصد في مقديد سي اللي قبلك أي مش لا اللي قبل 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 زاد أنه سي وفات النقابة ذيك تسكرت البيرو ذيك ما فماش أثر له. لا باش نخليه خويا ستاتو سا جوريديكمون موجود مقر دايم موجود وهيكل رسمي موجود للفنانين للفنانين. تنجمش انت زاد اليوم غدوة تسكر برا فركس وين موجود. لا فما 46 ناجل باشا اللي باش يكون ان شاء الله على الدوام مقر دايم للنقابه وان شاء الله نوصل نعملوا مخير زاد. نرجعوا للبرمجه نحكيوا على الفنانين التوانسه. قلت لك كان جي بيودي راني التوانسه كهو سنه في مهرجان في المهرجانات الكل. اي نظرا للظروف اللي صايره اللي هي ظروف شكون الاقتصاديه شكون الفنانين؟ والله مثلا سفيان الزيدي عنده عرض ممتاز هذا كذلك. سفيان زيدي ينجم يعمل عرض ممتاز سولو وحده يعبي تشوفه ما كنت تقول له تقترح عليه بتات ينجم يقول لك انا جدير باش نعمل عرض وحدي او نحبه يكون مشترك. درصاف الحمداني درصاف الحمداني من الاصوات الطربيه زاد الممتازه لطيفه العرفيه مثلا وما اشاع عن الاشاعات اللي تسيبت ما بعد لطيفه كانت تنجم زاد تكون تعمل عرض نتاعها. امينه فيخت امينه ممكن اسباب صحيه اللي سمعته انا ممكن اما امينه لو كان جات في تونس تنجم تعمل بس شفت كي نحسبوا توا على الاقل لقينا 10 عروض بيه بيه لقينا 10 عروض هذوم بدون ملفات لكن تحل فما عرض هذا سي جمال عبيد هذه العروض الفنيه القويه فما عرض بتاريخهن عبد الكريم الباسطي هذا يحكي على المراه التونسيه والله شوف كي تجي راهو تحلل بون انا بصفتي كنت عضو في لجنه في وزاره الشؤون الثقافيه نعرف برشا عروض فنيه محمد علي كمون محمد علي كمون شو كان نقعدوا تلقاوها طلب لك 25 عرض تو. دونك نحن تو لميناهم شعر عملنا مهرجان ما حد الاوركسترا السيمفوني وين ما فماش سنين الموسيقى السيمفونيه ما فماش سنين وعلاش مش موجوده ما نعرفش ما نعرفش خاطر كان جيت ها عندك عرض اخر تونسي وعندنا فرقه قويه راهو الفرقه السيمفونيه في تونس ينجموا يكون عندهم عرض ممتاز اللي صار في الجم مثلا ينجم يكون عرض اخر في كرتاج شو كي تحب موجوده الارضيه موجوده البلاد هذه دي مكتوب لها باش تقعد تعيش. انا عجبني نقيب الاردن وقت اللي في التكريم في الحفل الاختتام كي طلع كلمه لتو في وذني قال وطن كتونس ليه بالثقافه وتلفت العازفين التوانسه اللي وراه قال حق يكون فخور بهالفريق الوطني نتاع الموسيقيين اللي عندكم تو هذا. وين عملتها مقصوده باش المطربين الاجانب يجيو العرب يخدموا كان مع موسيقيين توانسه. مهرجان فقد الهوية متاعو علاش مازال تمويل من وزارة الثقافة هذا يسمى إهدار المال العام وللحديث بقية ذي سمار الهمامي 5 جويلية أي. ماضي ساعة وصفر 2 دقيقة هبطوا الستاتيو علينا مهرجان نحكي انا وعدت باش ما نحكيش فيه اما بون باش نحكي فيه شويه على شو نبداو ديجا انت سي ماهر صديق اعطيني دي صريح راه واش نقول لك انا هو المهرجان اللي تحكي عليه نقصد لهنا. في مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى التقليديه العربيه شفت الاسم اللي سميته لك انا توا كي نشوف المهرجان خاطر ما برمجوكش سي ماهر ولا شو باش ما نخبيش انا عندي 8 سنين ما تبرمجتش في تستور و8 سنين عمري ما تكلمت كيف اليوم ماهوش حكايتي هو يمشي في مخاخه مكاك ما يسالش تحب تقول خاطر ما برمجتنيش اي باهي اوكي اولا شنو معناتها انت كي نقول لك ما تدخلش لداركم اليوم نسكر عليك ما تعملش شوها قدام داركم انت نقول لك ما تدخلش لداركم اليوم اي وتقعد ما تدخلش لداركم بالكل ترى خواتك في داركم وما تدخلش لداركم تغيظك في نفسك ولا نفس الشيء بلادي هذيك بالصفه على اي انسان يشد المهرجان نقول نحي تو النقطه شخصيه ولا فنيه لا هو شو نقول لك طبعا انا حكيت لك شخصيا تو باش نحكي لك فنيا لا لا انه انت ماكش قاعد تتبرمج تشوفها حاجه فنيه ولا شخصيه؟ لا فنيا ما عندها حتى علاقه شخصيه شخصيه شكون عنده مشكله مع سي ماهر؟ والله ما نعرف والله وانا حابب والله يا ريت اي انسان يطلع ويجاوب والله يا ريت لو انسان عنده الجواب يقول يا اخويا علاش اسكو انا امكانياتي الفنيه او عندي مشكله شخصيه علاش ما نتبرمج مثلا؟ ولو انه راهو نقول لك توا يوسف ما نحبوش نهزوها لان كتبت هذول الكل على اني ما برمجش ليه بالعكس
انا هنا نحكي بمنطلق الفكره اللي قلت لك في بينا اول كلام قلت لك الجمعيات اللي قاعده تختار في العروض ومديري هالجمعيات هذه ورؤساء الجمعيات اللي ما عندهم حتى علاقه بالثقافه ويختاروا في العروض. نرجع تو مارجن تستور ما باش نحبوا نحكوا الحال القوس هذاك باش ما نعممش يا اخي دي مارجن تستور الدول الملوف الموسيقى التقليد العربيه تحط فيه في المسرح بربي نقطة استفهام تشوف كبيرة مع احترامي للمسرح وما يهمنيش لا في نورمال مو مالوف يقعد في المالوف بالضبط راهو إذا كان شفتها ما احنا هما مش احنا هما يجربوا فيها الأولى وهذه العام هذا من بعد يزيدوا يجربوها بزوز عروض ماكش الغاية التجارية اش نقول لك عاد التجارية تاع أمور أخرى من بعد تولي بثلاثة عروض أربع عروض نأكد لك أنا 10 سنين أخرين ما عادش تلقى مالوف ما عادش باش تلقى المالوف وقاعدين يلعبوا يلعب وهذا يلعب مهرجان لازم يربح فلوس زادك يقول لك انا بنمشي المالوف ما عادش يدخل ماذا برا امشي اطلع للمغرب وقول لهم عندهم مهرجان نتاع موسيقى اندلسيه قول لهم ماذا يجيبوا معاها انواع اخرى نتاع موسيقى وانا قلتها في اجتماع في وزاره الشؤون الثقافيه قلت لهم اليوم عندكم مهرجان الجم انا مدير مهرجان الجم اي اليوم نطلع لكم فرقه فنون شعبيه تقبلوها عليا ما تقبلوهاش بيان سور مش تقبلوها يا ولدي خليك في التخصص نتاعك خليك انت الوزاره علاش تعطيك فلوس على التخصص ولا ما كانش اذا كان تجاري تقول لك برا عامل على روحك عامل على روحك. سؤال للنقاش ثلاثة نقاط هل المنشط والاعلامي وقت يستدعى فنان في حصة يولي ولي نعمته هذا ما جاي على لسان عدوة الفنانين في الحصة العدوة للفنان رقم واحد في تونس 24 جوان السبعة وربع متاع العشية بالوقت 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 هي لويش ستاتيو هذا الاعلام اي باش هنا قداش عنده دور في الفن؟ نعطيك عاد نعطيك علاش كتبنا ذاك وبعد ندخلوا نحلوا الموضوع. واضح. انا الكتاب هذاك كتبته على التهجم اللي عملته زميلتكم وما هيش زميلتنا احنا خاطر هي تحب تدعي الغناء وهي ما عندها حتى علاقه بالغناء الاخت يعني الاخت والسيده بايا الزردي كي هاجمت الفنان الكبير عبد الرحمن العيادي كي هو صار مشكله بينه وبين المرحوم نجيب الخطاب هذاك مشكله خاصه بينه باش تقول هي والله تنجم تنقد الكلام وانا معاها في النقد اذا كان وصل في حد معين علاش تضحك يوسف فسر لي علاش تضحك ليه والله ليه ما هو نعرف الكرسي هذاك كانت قاعده عليه هي تبدوش محضرين لي مفاجاه انه يتبدل الكرسي أيوة من الصباح للعشيه ما يقعدش نفس الحمد لله باهي يا خويا ان هي من بعد كي تقول له من بعد وجعته بالكلام تقول له ولي نعمتك ما حتى حد ولي نعم ترى ما عندكش انت الصلاحيه باش تقول على عبد على الاخر ولي مالا انت البي دي جي المدير تاع لي اف ام ولي نعمتك عمره ما كان ولي نعمتك ما نقولوهاش ولي نعمتك سورتو في الميدان الفني فمش حد ولي راهو عبد الرحمن العيادي موصل في المكان هذاك اللي بامكانياته ملحن كبير ان بون شون واحد شيف دوركيستر عبد الرحمن العيادي راهو تعديوا على يديه راهو برشا اصوات امينه فاخت نجاة عطيه ذكرى محمد الكل تعديوا عليه الكل جي انت تقول له ولي نعمتك وبالطريقه اللي بالسخره اللي عملتها مدام باي بربي انا مدام باي باش ننصحها بحويجه والله كنت تشوف طبيب نفساني والله والله نحكي لا 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 ما في حد شيء لا في نقطة في نقطة لا في نقطة خلينا نكمل لك ما كملتش خلينا نقول لك علاش شخصي يا ولدي والله لا اقبلها مني يخصب نحكي معاك والله نحكي عن نقطة شنو علاقتها يعني تمشي طبيب تقول له رب ربي شني انا علاقتي مع الموسيقيين شنو يدور شيء كبير راهو شيء كبير راهو شيء كبير علاقتها مع الموسيقيين لو هي تحب توضحن ولا خويا تشوف طبيب نفساني شوف شنو العلاقه مع الموسيقيين عندها مشكله كبيره مع الموسيقيين والبرنامج رقم واحد في تونس عدو للفنانين برنامج اميغارا العدو رقم واحد من يعني وقتاش بدا برنامج عدو رقم واحد؟ ايه تو من بعد نوصل لك البايز شو اسمها الزازه تقطع تصويرتها محسن الشريف جاو وحبوا يقزموا شكون محمد الجبالي خلينا نكمل لك عاد خلينا نكمل لك محمد الجبالي وقتها جاي حضر وجابوا له مريم الدباغ وكيفاش تتكي فيه والمنشط والمعد يخزروا بعينيهم والمعضله الكبيره اللي صارت البيز الزازة تقطع تصويرتها في المباشر وعندك مونتاج وحصه مسجله انت احتراما للزازة اللي كانت ديما تحضر لكم وتاثر لكم الحصص نتاعكم وتعملوا به كنتم ميديا تطلعوا به الدنيا انتم هي كنتم تنجموا تحترموها والله لا باهي راك ما يجيش تقطيع تصويت المراه امام عبد قطع انا قطعت تصويتك ترضاها انت تو ما يرضاها حتى حد احنا قلنا يا ولدي نح
يا ولدي كذا يا ولدي راه ما تجيش. اعتذروا للفنانه مش بتعتذر لي انا كنقاب، تعتذروا للفنانه، عيب اللي صار معاه عيب ما يجيش. انا راني مش ندافع على الزملاء، ما باش نفسر لك حاجه سيدي. تفضلي. هو برنامج تاع الطبيعه باش يلزم تدافع. لا مش بالطبيعه، علاش؟ نجم نكون مخالف امين جار وبرنامج ومخالف مدام بايزر. حاجه معلومه نعطيك معلومه. أي. والله الصحفيين الكل موافقيني في اللي قاعد نقول فيه على البرنامج هذاك. اقسم بالله. اي اما هو 90% من اعلاميين تونس ما يقولوهوش في المباشر، اما نقعد معاهم اصحابي. وكل موافقين ان البرنامج هذاك نيتو مبيته على الموسيقيين التونسيين. والله انا ما انا حلفت لك بالله، انا اقسمت لك بالله، اقسم بالله 90% هو برنامج من المنشطين ومن الاذاعات ومن القنوات التلفزيونيه الكل ياكدوا لي اللي فما نيه مبيته تخرج من البرنامج هذاك. وشنو هي الغايه؟ يحبوا يعملوا البوس ما فقط ما... هكا هو. اعطيني مخك انت وقت شفت اللعب نتاع شوف سيميرا باش نرجع لك انا. هو برنامج تولك شو، فما دي كرونيكور كل واحد يعطي راي وكل واحد مسؤول على رايه. البرنامج هو مبني على الشيء هذا، كل واحد يعطي الراي نتاعو. معاك معناتها انا في برنامج انا فيه كرونيكور كيقول راي مش الطاوله الكل تحمس. لكن يا حبيبي كي انت تركز لي ديما على الموسيقيين عيب، علاش ما تحكيش على المسرحيين هكاك؟ باهي علاش ما تحكيش على 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 الصحفيين؟ جيب صحفي حطه قدامك. انا مره نحكي مع هادي زعيمه قلت له هادي كان نقلبوا الكراسي ونجي انا غادي نجي هنا تنطلع لك 10000 عيب والكل، لانه مش انت تستغلك الدراء الحصه التلفزيه نتاعك وفي غياب الفنان وتدخلوا فيه عيب هكاك. نقول انا في حوار في ذا انسايدر الفنان اللبناني سعد رمضان قال انه باش يقاضيك بسبب ما اعتبره هو اتهامات باطله ليه، شنو رايك في اللي. انا سمعته كي قال هذه وقال بعكس بالدليل، لان فما خطايا باش يدفعها المتعهد اللي جابه والنزل اللي احتضن هذاك، هذاك اكبر دليل اللي انا اللي عملته اللي عملته عليه كان صحيح 100%. يعني لو كان هو على صواب ما قدمت القضايا عيطولك ليه؟ ما عندوش الجرأه باش يحكي باش يشكي على شنو. انا عندي ادله، انا الدروا دوتور والاقتصاديه عملوا لهم محاضر في برشا فلوس باش يخلصها النزل والمتعاهد اللي يجيبهم. علاش باش يعملوا لهم خطايا؟ علاش؟ لانهم ما طبقوش القانون اللي هو يجب تتعدى على فما حاجات تتعدى من قبل اللي هو موافقه وزاره الشؤون الثقافيه وتخلص اللوتي داف وتعمر الوثيقة الاف ان تاع البنك سنترال اللي باش تصرح بالوان والادى والامر انه نكتشفوا فما العقود ماهيش هي هذاك. اذا كان يحب يشكي خليه يشكي. كنقابه سي ماهر تعرف فما قضيه نور شيبه وتحكي عليها بربي حاجه اخرى. والله انا ما نحبش نجاوب مطرب ما نعرفوش وما ما نجاوبش مطربين. لا وقتاش يكلم انا نجاوب نقيب ما نجاوبش مطربين. هو قال باش يقاضيك. انا كان انا كان يجاوبني كان يحكي معايا نقيب لبنان نجاوبه انا ما نجاوبش مطربين ما نعرفوش. من القضايا الاخرى قضيه نور شيبه، نور شيبه تبع فيها النقابه اكيد احنا عملنا له محامي بتاعنا كلفنا المحلف محامي بتاعنا تو القضيه ما صدق صحيح انه اعترف بالاستهلاك ولا كلام قاعد يدور. لا 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 ما نجمش ندخلوا في تفاصيل تو لانه انا اللي باش يحكي لك بتفاصيل القضايا روي سامحني في كلمه راه ماش قاعد يقول في الحقيقه لانه الحقيقه معروف وجوده كان توا في حاكم التحقيق ادعاءات معناتها يعني ادعاءات كيف ما برشا كل اي كل توا احنا نستناو في حفظ التحقيق والمعلومات ان شاء الله يروح على قريب وكاو متابعين القضيه معناتها يعني بالمحامي نتاعك اكيد انا بالمحامي وكذلك بمدير اعمال هو سي لطفي الرياحي نحب نشكر من هون اللي فما قضيه فما دات باش تصير ما فما جلسة حتى شيء حتى شيء نستناو توا تحقيق في التحقيق فقط تكو واضح واضح ما نجمش زاده ما نسالكش على الوضعيه الصحيه للفنانه فايزة المحرسي لاباس مدام فايزة المده اللي فاتت تفجعنا شويه بصراحه لكن توا فما تحسن والله نقول لك انا بدي ان شاء الله يا ربي نقولوا التحسن يزيد شويه قدام يزيد شويه ان شاء الله غادرت المستشفى ما زلت لا غادرت وعاود ترجعت لانه لازمها مش معناتها عاود ترجعت يعني حاجه تفجع للمتابعه عادي متابعه لانه هي الفتره كانت طويله شويه فتره المرض نتاعها وهي ما تلهتش بروحها بصراحه بالدين ان شاء الله الفتره هذه قاعد فما معكم الوزاره اللي هي بالموضوع هنا نحب نشكر بصراحه وزاره الشؤون الثقافيه والسيده الوزيره اللي وصلت حتى في الفجر والله على الفجر كلمتها وجاوبتني في وقتها وقالت لي راهو بنتنا وبنت وزاره الشؤون الثقافيه والوزاره ماهيش باش تخليها. نحب نشكر كذلك وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي كذلك عاونت في برشا في حكايات شمس الدين باشا
اي فما برشا 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 مطربين ما نحبش نسميهم تو هي كي ربي يفرج عليها ان شاء الله ربي يفرج عليها تسميهم هي. شكرا ليك سي ماهر. شكرا ليك ان بليزير كالعاده ان نحاورك. شكرا على الجرأه نتاعك وعلى صراحتك. فما حاجه بربي نحب نحكيوها اللي هو باش نفتحوا ملف على قريب فرقه الاذاعه والتلفزه التونسيه ان شاء الله على قريب. احنا تو باش نكون عندنا جلسه باش نلموا القدماء عازفين فرقه الاذاعه اللي للاسف فرقه كان فيها 100 عازف او اكثر من 100 تو فما 20 عازف كهو يحبوا فما منهجيه خطيره يحبوا يحلوها الفرقه هذيا. احنا باش نكونوا بالمرصاد ان شاء الله وباش تبدا الحمله هذيا ابتداء من الاسبوع القادم باش يكون اجتماع بالموسيقيين. وانت عندك عريقه جدا فرقه عريقه لافتتاحات كرتاج والاتحاد اذاعه الدول العربيه وكنت مشرف شكون ما يعرفش واستوديو الأدى قناة عاملة استوديو بالمليارات ومن بعد تحل الفرقة من شكون عامل استوديو والكاتريم ايتاج وكل والأجواء هذيك بنا ذيك اللي غاديك في الإذاعة التونسية. شكرا ليك سي ميرا. شكرا ليك رئيس نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة. قبيلة بركة في الأوف حكينا في موضوع أنا وياك باش نعديها رسالة للعبيد للناس اللي قاعدة تمشي للمهرجانات ردوا بالكم على رواحكم البسوا الماسك ما فيها باس البسوا الماسك باش تحميوا رواحكم وتشيخوا وتعملوا جو في المهرجانات الكل. شكرا لك سيمي. شكرا لك. شكرا ل 47 دقيقة لايف ستار حتى 15 دقيقة.